من فقرة جوايا مع الضيف الجميل علي بن هادي. مسي عليه ابو هادي بالخير. ها علي إيه على يستاهل ابو هادي التحيه، بعد احب علي بن هادي، كل الشباب والله لهم التقدير عندي. علي ابو لبدان هذه 3 تعهدات افتحها، وبعد ما تقرا الثلاثه حيبدا معك تايمر 30 ثانيه تتعهد بواحد، اذا وافقت تتعهد بتعهد تقوله صوتيا، واذا رفضت الثلاثه راح ينزل تغريده في تويتر، انت ما انت مجبور. جهزوا لي التايمر 30 ثانية. ما خلص باقي. لين جاتني النغمة بس. علي جاهز؟ معك تايمر 30 ثانية، عطونا التايمر. دقيقة مو ذي. بيبدا التايمر واختار على راحتك. ما حالفك الحظ معوض يا ابو سعد. ما حالفك الحظ معوض يا ابو سعد. ما سمعت. ما حالفك الحظ معوض يا ابو سعد. وش ذي؟ لا تأكد لي، تأكد لي. الورقة هذه كيف جات؟ في ورقة ثانية. أحمد عبد الرحيم ما هذا الخطأ. نفسه. ما عليه، لك عندي 10 ثواني زيادة، روح ما عليه. إيه هذه نوع. قدام بدي في حد يشوفها؟ لا لا بس انت الحال قدامك اللي عرض عليك تعهدين فقط صح؟ ثلاثة. ثلاثة والورقة الرابعة زيادة معها. زيادة معها؟ اي بيضر وجهي. لا لا خلاص ما احتاج تبدا تايمر. جاهز علي تختار ولا نعطيك تايمر جديد؟ يلا سم بالله اذا حاب تتعهد قل اذكر لي اللي في ورقة. اتعهد انا علي اللبدان بتقديم ارفع صوتك. اتعهد انا علي اللبدان بتقديم هدية للمعد حسن عباس كاعتراف بتهجمي عليه والاعتذار له من الادارة وللجمهور وللجمهور الكيان. هذا تعهدك. هذا تعهد. بيض الله وجهك. وجهك. وهو يستاهل. يعني اعترفت بالتهجم الآن. نعم. تهجم شيء هو ما يستاهل والله. ها؟ ما يستاهل بس كانت فترة غضب. بيض الله وجهك يا أبو. وجهك. أبو لبدان وأنت ضيف ثقة، أنا سعيد جدا بلقائك. كان يهداك أبو سحاب. أنا راح أخليك.